للزميل جيم حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان اللبسة شوطا تلو شوط عبر قناة دبي ريسنج الناقل الحصري لهذا السباق، وأيضا قناة أم الغيوين. نتابع وياكم الآن مقدمة هذا الشوط، وهناك أيضا سيارة رصدت للمركز الأول مقدمة من السيد سعيد جابر للمركز الأول، وبنشوف وبنتابع هاي الانطلاقة، انطلاقة موفقة للقاية المهجنات لأصحاب السمو الشيوخ. بنشوف وبنتابع مقدمة هذا الشوط وبنوافيكم بالنتائج أول بأول والمراكز والتغييرات لمسافة الخمسة كيلومتر حتى خط النهاية. نتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. وبنشوف مقدمة هذا الشوط، بنشوف وبنتابع مقدمة هذا الشوط، نحاول أن نلحق بمقدمة هذا الشوط. نوافيكم بالنتائج أول بأول، وأرى الآن الشاهينية في المركز الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف بن لاحد الهاجري. ننتقل إلى المركز الثاني، هملولة في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان بقيادة المضمر محمد بن سعيد بالشيلة العامري. وفي المركز الثالث مجرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع على الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الخامس الشاهينية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر سعد بن طالب بن شريم المري. هذه النتيجة وهذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل، ولا زالت الشاهينية مسيطرة على مقدمة هذا الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف بن لاحد الهاجري. وفي المركز الثاني على الظبي بدأت تتسلل إلى المركز الثاني بهذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثالث هملولة في المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان بقيادة المضمر محمد بن سعيد بالشيلة العامري. مجرة وصلت، يا سلام، بدأت تجر وتنتقل إلى المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة أحد الشباب المضمرين قائد الفرقة في العمليات 11 السيد علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس الظبي في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بطير العامري. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، يا سلام على الشاهينية، والشاهينية منذ البداية وحتى هذه اللحظات لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف بن لاحد الهاجري. وفي المركز الثاني محبوبة ويحبها أحبها للمنافسة، محبوبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن مطر بن حاذ الاجتبي. لكن مجرة تغير وتنتقل إلى المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثالث محبوبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن مطر بن حاذ الاجتبي. وفي المركز الرابع هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان بقيادة المضمر محمد بن سعيد بالشيلة العامري. وفي المركز الخامس الشاهينية، وهذا شعار بسم الله عليك الذي انتزعت العام الكاس كاس اللقاية
وحدة الكأس إلى مالك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر سعد بن طالب بن شريم المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، والشاهينية لا زالت مسيطرة، لا زالت مسيطرة سيطرة كاملة وسيطرة فعالة منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهي تطمح بفوز هذا الشوط. الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر المنتشي مطر بن سيف بن لاحد الهاجري، لكن أرى محبوبة، محبوبة ويحب أحباه للمنافسة، محبوبة محبوبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن مطر بن حادة الاجتبي. يا سلام يا أبو نايف، المركز الرابع، أرى الشاهينية، الشاهينية في المركز الثالث في هذه اللحظات لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر سعد بن طالب بن شريم المري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الظبي، الظبي يا سلام يا الظبي، رمز العطاء كله وفاء، يا سلام يا الظبي، تتسلل وتنتقل إلى المركز الثاني، والشاهينية تنتقل للضيفة إلى مقدمة هذا الشوط، لكن الظبي، الظبي بدأت تتسلل، تسلل ناعم وملحوظ للغاية إلى مقدمة هذا الشوط. مرحبا يا حلوة البية، مرحبا جملة ومعدودة، يا سلام يا الظبي، الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر، المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثاني الشاهينية، الشاهينية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر سعد بن طالب بن شريم المري، وتتسلل الشاهينية لكن محبوبة، محبوبة ما صدرت عليها الأوامر حتى هذه اللحظات، بدأت الأوامر الآن تصدر، ومحبوبة في المركز الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن مطر بن حادة الاجتبي. والشاهينية بدأت تنفرد، بدأت تنفرد بمقدمة هذا الشوط، تبى تهدي الفوز والناموس إلى أهالي المملكة العربية السعودية. يا سلام يا سلام على هذا الشعار، الشعار المميز، شعار السباق، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. يا سلام على الشاهينية وعلى أداء الشاهينية مع المضمر سعد بن طالب بن شريم المري. بدأت تنفرد، بدأت تنفرد انفراد كامل، انفراد كليا، وبنقول سلام سلام عليكم يا أهل المملكة العربية السعودية، وأسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا من الأعماق لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود على فوز الشاهينية بالمركز الأول، تهانينا للمضمر سعد بن طالب بن شريم المري الظبي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث محبوبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وفي المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. دعنا لحضراتكم نتائج المراكز الخمس كاملة مكملة، تهانينا من الأعماق لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود على فوز الشاهينية بالمركز الأول وبالسيارة، وتهانينا أيضا للمضمر الشاب المبدع دائما السيد سعد بن طالب بن شريم المري، والسلامات إلى أهالي المملكة يستاهلون. والذي وصلت في المركز الثاني أيضا الظبي، الله يقول الحق، قدمت عرض ما فيه الكفاءة، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتهانينا أيضا للمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، والذي وصلت في المركز الثالث محبوبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع المضمر سالم بن مطر بن حادة الاجتبي. تهانينا للجميع الذي فازوا هجنهم.